السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 8 بارتي 8 من سلسلة شروحات المادة ديال الغولاسيون إيكونوميك انترناسيونال إيغو إي الخاصة بالسمستر 5 أوبسيون إيكونومي. دونك إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غندخلو شابتر جديد اللي هو ليبر دي شونج إي بروتكسيونيزم. دونك أول حاجة شنو كنعنيو بالبروتكسيونيزم؟ البروتكسيونيزم هي السياسة الحمائية أو الحماية. لو بروتكسيونيزم ديزين لونسومبل les instruments utilisés par l'État pour protéger les productions nationales de la concurrence étrangère. Il y a le protectionnisme et le himaïa, mais il y a des lois qui sont utilisées par l'État pour protéger les intérêts de l'État, les intérêts de l'État, الواردات ولا كتحد من دخول الواردات للبلاد باش تشجع وتحمي الانتاج الوطني من المنافسه الخارجيه. بالنسبه للليبر دي شونج والبروتكسيونيزم، بالنسبه للبروتكسيونيزم غنشوفوا الانواع ديال البروتين، كاين بليزيور تيب دي بروتكسيونيزم. المهم حنا غنركزوا على الاسونسيال اللي هما لو دووا دوان، الكوتا الكونتينجونتمون، اي لا سيفونسيون ديكسبورتاسيون. دونك نبداو بالاول اللي هو لو دووا دوان. بالنسبه لو دووا دوان، le droit de douane est le plus ancien instrument de protectionnisme. Le droit de douane, ou rosom jomrokia, هو أقدم نوع ديال البروتكسيونيزم. Donc rosom jomrokia يعني بأن هادوك لي برودوي اللي كيجيو من الخارج لي زيمبورطاسيون باش يدخلوا للبلاد ضروري خصك تخلص عليهم واحد الرسوم ما يمكن تدخلهم. مثلا كيجي واحد السيد بيدخل شي سلعه جايه من برا مثلا المغرب، كتلقى ليه الديوانه كتفرض عليه واحد الرسوم جمركيه، خاصو حتى يخلص عاد يقدر يدخل هاد لي برودوي للبلاد. دونك لي فورم ديال دغوا دوان، ال برون تخوا فورم، كاين لو دغوا دوان اد فالوريم، دغوا دوان سبيسيفيك، اي دغوا دوان كومبونساتور. دونك هادو هما الانواع ديالهم. دونك حنا المهم عندنا هو نشوفو شنو هو لي في ديال دغوا دوان على ليكونومي، على ليكونومي ناسيونال. دونك هنا اول حاجه نشوفو افون لانستوراسيون دو دغوا دوان، قبل ما تطبق واحد الدوله دغوا دوان. دونك قبل ما تطبق واحد الدوله دغوا دوان، يعني اي واحد جاي من الخارج ممكن انه يدخل البرودوي ديالو، ما يمنعو حتى شي واحد. دخل البرودوي ديالك ما تخلص عليه والو. دونك هاد السيد هذا اون فوا ما كتكونش لي دغوا دوان، دونك اي واحد يقدر يدخل البرودوي ديالو للبلاد. دونك شحال يوقع في لو مارشي انتيريور؟ في المارشي انتيريور عاد يكون لوف اكثر من لو دوموند. هاد السلعه غتكون ديك السلعه اللي كتنتش في البلاد زائد السلعه الناس ديال الخارج، لان اي واحد يقدر يدخل سلعه من الخارج ما يخلص حتى شي ريال. دونك غيكون عندنا لوف اكثر من الدوموند. دونك اي فوا كيكون لوف اكثر من الدوموند راه لي بري كينقصوا. لوف موجود، السلعه موجوده، ولا دوموند كيكون اقل من لوف. دونك لي بري فيبل، يكون لي بري فيبل. دونك ابخي لانستوراسيون دو دغوا دوان، ملي كتجي تطبق الدولة دغوا دوان شنو كيوقع؟ يعني أي واحد باش يدخل السلعة للبلاد خاصو يخلص عليها. دونك هادشي غادي يمنعو أنه يدخل السلعة للبلاد، أي منعو، لأنه باش يدخل السلعة خاصو يخلص عليها، هو غادي تحبس تقول لا ما غاديش ندخلها حيت إلا دخلتها خاصني نخلص عليها. دونك شنو كيوقع؟ كيوقع أن هادوك الناس حتى إلا دخلوا السلعة للبلاد يعني غادي يبيعوها بواحد الثمن غالي. علاش؟ حيت هما مخلصوا ديجا دغوا دوان على ديك السلعه، دونك باش يقدر هو يحقق واحد الربح ضروري خاصو يزيد في البري. دونك شنو كيوقع؟ ان لي بري كيتزادوا. دونك الا تزادوا لي بري، دونك شنو كيوقع؟ الا تزادوا لي بري كي هذاك لوغ، هذاك البرودكسيون ناسيونال، هذاك بروديكتور ناسيونال، داك المنتج المحلي كيشوف البري طالعين حتى هو كيزيد في الانتاج ديالو. دونك l'augmentation de production grâce à l'augmentation des prix, car les droits douanes augmentent les prix au niveau national. Et même qu'ils tapent les droits douanes, les prix qui zèdent au niveau national. On peut en faire amener la fonction de l'offre de production et une fonction croissante des prix. Yani, كل ما تزادوا les prix في les marchés, كل ما كتزاد la production. Donc la production كتزاد. Donc il a zèdent les prix. Les prix, ce n'est que la demande. La demande baisse, donc la baisse de consommation. Les thèmes qui sont rares, donc le consommateur ne peut pas acheter des produits. Donc la baisse de la consommation. بالنسبة l'État, les recettes de l'État augmentent. Le pays qui gagne, le pays qui profite de ces droits de douane. Le pays qui gagne, qui applique les droits de douane, les recettes de l'État augmentent. Donc, qui est le gagnant, qui est le perdant de ces droits de douane? Le gagnant sont l'État et le producteur, l'État.
كتزيد في لي غوسيت ديالها، والبروديكتور كيزيد في لي بروفي ديالو حيت يولي كينتج اكثر وكيبيع واحد الثمن غالي. اي لو بيردون سون لي كونسوماتور، والخاسرين هما الكونسوماتور، لان الاثمنه كتزاد دونك هو كيولي يشري اكثر. دونك كيكون عندنا واحد لو سيغ بلي، لو سيغ بلي هو لو غان. دونك سيغ بلي بور l'état et surplus pour le producteur. Par contre, les bien-être ou perte. Perte pour le bien-être. Parce que c'est un mal qui a perte. Et le bien juge ou chasse le donc, l'économie, c'est un mal chasse. Les la baisse de la demande qui a trait l'économie. Donc, il y a une perte pour le bien-être. D'abord, nous avons un nouvel tani qui est le droit de douane. Enfin, le principal protectionnisme ou le contingentement. Ou même le quota. Le contingentement. Le contingentement, c'est-à-dire la limitation des importations. Il n'y a qu'à limiter ou les importations qui entrent dans le pays. Il n'y a qu'à produits qui entrent dans le pays. Il n'y a qu'à dire le plafond, le seuil, il n'y a qu'à la quantité de l'oxyde qui entrent dans le pays, mais il faut pas. Donc, le quota ou le contingentement, il consiste à fixer un plafond pour les importations d'un produit pendant une période donnée. Il n'y a qu'à le produit qui entrent dans le quota. يعني واحد السيد باش يدخل واحد البرودوي للبلاد خاصو ما يفوت واحد لا كونتيتي ما يفوتهاش، الا فاتها امبوسيبل يدخلها. دونك مثلا لي فوازير باغ اكزومبل لي زوطوموبيل كنفرضوا عليهم انهم يدخلوا غير 100 فواتير للبلاد، اكثر من 100 فواتير ما تدخلش للبلاد. دونك هي هذه لا كوتا. دونك ما تطبق الكوتا شنو كيوقع؟ الكوتا كتعني ليميتاسيون دو زامبورطاسيون، يعني كنحدوا من الواردات. دونك الا حدينا من الواردات يعني لوفر راه كينقص، يعني لوفر ما كيكونش موجود، حيت الا فتحنا الباب راه غيبقى اللي جاي من برا يدخل السلعه ديالو، دونك لوفر ناسيونال كيكون مرتفع، دونك لوفر كينقص. دونك الا نقص لوفر شنو كيؤدي؟ كيؤدي لوغمونطاسيون دي بري. دونك لوغمونطاسيون دي بري هادشي كي اونكوراجي لي زونتربريز ناسيونال، يعني كيشوفوا لي بري طالعين كي اونكوراجي لي زونتربريز ناسيونال. دونك لا برودكسيون كتزاد اي لا دوموند كينقص. لا دوموند علاش؟ لان لي بري كيكونوا مرتفعين. دونك le quota utilisé pour protéger le produit national. يعني la production nationale. Quand on utilise le quota, parce qu'on limite l'intage local. يعني qu'on limite donc les produits étrangers parce qu'ils entrent dans le pays. Donc le quota qui est un surplus pour le producteur. Le producteur qui a des terres, qui a des intérêts, qui a des capacités plus grandes. Perte pour le consommateur. Le demande qui est et donc les prix qui disent la demande est qui va casser. Le quota génère pas de surplus pour l'État. L'État m'a quitté pour m'a quitté. C'est une manière de le quota. Donc, on a un problème. On a le rang de quota et le profit réalisé par les agents qui ont obtenu à l'instance d'importation. Il y a quand même des pays qui ont le quota, qui n'ont pas des achats qui attendent le rang. Qui attendent le rang, le rang. Il y a qui se permettent à eux de rentrer les produits libres ou de l'extérieur. Donc, ceci كيضر الاقتصاد الوطني. هادشي هو اللي كيضر الاقتصاد الوطني، هاد ليكونومي دو غونت، اقتصاد الربح باللغه العربيه. يعني كاين شي اشخاص ما كيطبقش عليهم الكوطا، كتقول لهم نتوما الدوله غير دخلوا اللي بغيتوا. دونك هادشي كيأثر في الاقتصاد الوطني، كيكونوا هادو هما المستفيدين الاكثر من سميتو، هو كيدخل داكشي اللي بغى وكيخدم باللي بري طالعين ودونك كيربح. نشوفوا النوع الثاني الثالث ديال لي بروتكسيون هو لي سيفونسيون ا ليكسبورتاسيون. Les subventions d'exportation désignent une aide publique versée à une entreprise qui vient une part de sa production, qui vend une part de sa production à l'étranger. Donc, les subventions d'exploitation, afin d'exportation, ont une aide matérielle que peut donner le pays, les entreprises pour les encourager à exporter. Donc, cette aide matérielle est destinée à encourager à exporter pour exporter à l'extérieur. Donc, on a les subventions d'exportation. Donc, les subventions d'exportation, c'est-à-dire encourager à exporter. Quand tu as des flux les entreprises, parce que tu as des droits. Donc, il y a des droits. L'offre interne qui est qui est le homme qui est le qui est le droit qui est l'offre interne qui est donc, il y a l'offre interne, les prix qui sont. Donc, il y a les prix, la production qui est le producteur qui est alors, on a la fonction de production qui est que le les prix. Donc, le producteur qui est qui est donc la demande qui est حيت لي بري طالعين الكونسوماتور ما كيقدرش يشري بدوك لي بري. لي زيكسبورطاسيون كتزاد حيت لا بلي بار ديال لوفر لا برودكسيون كتصدر، و ديبونس ديال ليطا كتزاد. ليطا ما كتربحش كتخسر، لان ليطا كتعطي هاد لي سيفونسي كتعطي المساعده دوك كتخرج لي ديبونس. دونك ليميت دي سيفونسيون ديكسبورطاسيون عندها واحد ليميت. اونكوراجي لي زونتربريز دو فوندر سي برودوي سون برودوي على اكستيريو دان بري فيبل، يعني ما كتطبق الدوله سيفونسيون ديكسبورطاسيون هادشي كيؤدي
ان هاد لي زونتربريز كيوليو كيبيعوا السلعه للخارج بواحد الثمن ناقص، دونك كيضر الاقتصاد الوطني. دونك كونكليزيون بوغ هادشي اللي قلنا بالنسبه للبروتكسيونيزم، شفنا ثلاثه الانواع ديال الاكسبروتيزم اللي هما الدغوا دوان سيفونسيون اي لو كوتا. بوغ لو دغوا دوان قلنا لو سيربلي دو بروديكتور اوغمونت، كونسيب البروديكتور هو اللي كيستافد، لو سيربلي دو كونسوماتور ديميني، الكونسوماتور كيخسر حيت لا دوموند ديالو كينقص، باغ كونتخ لو بروديكتور كيزيد يربح، لي غوسيت ليتا كتزاد ليتا كتربح. بيان اتر دوميستيك بيرت بيرت ديفيسيونت، يعني جينا اون جينيرال بالنسبه للايكونومي كيكون عندنا واحد الخساره، خساره في الايكونومي جينيرال حيت عندنا لا دوموند كتضر، دونك عندنا واحد البيرت ديفيسيونت كيتسمى. بالنسبه للسيرفونسيون لا ميم شوز، سيربلي دو بروديكتور كيتزاد البروديكتور كيربح، سيربلي دو كونسوماتور كينقص الكونسوماتور كيخسر، لي ديبونس دو ليتا كيتزاد يعني ليتا كتخسر، دونك لي بيان اتر دوميستيك كاين عندنا واحد لو بيرت، لان بجوج خاسرين ليتا ولو كونسوماتور. بالنسبه لي كوتا، سيربلي دو بروديكتور، البروديكتور هو اللي كيربح، سيربلي دو كونسوماتور، الكونسوماتور كيخسر، ليتا ان شونجي ما كتربح ما كتخسر، لي بيان اتر دوميستيك كيكون عندنا واحد لو بيرت حيت عندنا لو كونسوماتور كيخسر، دونك عندنا لا دوموند. دونك اون جينيرال اللي شفنا بالنسبه لي بروتيزم شكون كيربح، كيربح البروديكتور حيت ليطا كتشجعو انه ينتج وكتحمي ليه الانتاج ديالو، باغ كونتخ انا الكونسوماتور ديما خاسر، دونك كنقولو ان كاين واحد لو بيرت ديفيسيونت. دونك نشوفو دابا لي بغ دو شونج، لي بغ دو شونج شنو هو لي بغ دو شونج؟ لي بغ دو شونج هو ابسونس دي انسترومون دو بروتيكسيونيزم. واحد ليكونومي مطبق لي بغ دو شونج هي واحد ليكونومي ما فيش هاد لي انسترومون دو بروتيكسيون، ما كاين لا دغوا دوان لا كوتا لا سيفونسيون، ما كاين والو، السلعه تدخل البلاد تخرج من البلاد لي بغو مو، يعني ما كاين اللي يحبسك. دونك هذا هو لي بغ دو شونج. علاش كنديرو لي بغ دو شونج؟ اونكوراجي لي بغ دو شونج بوغ ايفيتي لي انكونفينيون دو بروتيكسيونيزم. باش علاش كنديرو لي بغ دو شونج؟ باش نحدو، باش نتجنبو هادوك السلبيات ديال البروتيكسيونيزم. بحال اش؟ بحال بيرت ديفيسيونت، الخساره، بحال لا بيس دو لا دوموند، بحال ليطا اللي كتخسر الفلوس اكسيتيرا، هادشي اللي كنديرو. دونك شنو هما لي زافونتاج ديال لي بارت دو شونج؟ لي زافونتاج ديال لي بزوز دو شونج هما ايفيتي لو بارت ديفيسيونت، كنتجنبو هاد لي بارت ديفيسيونت، وكان ايفيتي لا كونسونتراسيون دي زونتربريز دون لي سيكتور بروتيجي. حيت ليطا من كتطبق هاد لي دغوا دوان كتطبقهم على البرودوي، يعني هاد البرودوي كيكون بروتيجي، يعني مالي البروديكتور هو اللي كيربح. دونك شنو كيوقع لينا؟ كيوقع لنا لا كونسونطراسيون دي زونتربريز، كيولي اي واحد باش يدير شي شركه ولا اونتربريز كيديرها في هاد في هاد لاكتيفيتي وهاد السيكتور بروتيجي، سيكتور بروتيجي. اكزامبل هو هذا، مثلا من كيكون عندنا واحد سيكتور بروتيجي، يعني ليتا كتطبق البروتيكسيونيزم على واحد سيكتور، يعني كتبروتيجي هاد السيكتور، مثلا كتنتج سيكتور دو بروتيكس ديال لي زوطوموبيل، صناعه ديال السيارات محمي، يعني اي واحد باش يدخل السيارات من برا غنطبقوا عليه لا دغوا دوان، خصو يخلص الضريبه. اي واحد باش يدخل السيارات للبلاد خصو كوطا، يعني كيدخل واحد الحدد عدد محدود السيارات. اي واحد كينتج السيارات في البلاد راه الدوله كتعطي سيفونسيون كتشجعو انه ينتج باش يبيع للخارج. دونك اش كيوقع لنا؟ كيوقع لنا كونسونطراسيون دي زونتربريز دون سي سيكتور، يولي كلشي كيخدم في هذا السيكتور هذا ديال الطوموبيل. اي واحد كيدير سيكتور ديال الطوموبيل كيخدم فيه، علاش؟ لانه يحقق واحد الربح. دونك اش كيوقع؟ لا برودكسيون كتنقص، لا برودكسيون كتنقص، دونك ما كيكونش عندنا واحد ليكونومي دي شيل، يكون عندنا دي زيكونومي دي شيل. واخا الانتاج كيتزاد راه ليكو كيرتفعوا، دونك كار الى بليزيور انتربريز كي انفستير دون سو سيكتور، برودكسيون كتنقص الى كلشي كينتج نفس السيكتور، دونك لا برودكتيفيتي كتنقص، الانتاجيه كتنقص، وهادشي كيضر في ليكونومي ناسيونال. نتمنى انكم فهمتوا هاد الاكسبليكاسيون هادي اللي شرحت لكم فيها البروتكسيون اللي بلا شونج. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنهضر لكم على لا بالونس دو بيمون.